أبوي أنا فخورة فيكم في زملائك الموظفين، شكرا لكم خليتونا نشارككم كل الفخر والاعتزاز. كلنا فخورين بإنجازات والجهود اللي بذلتوها خلال عام كامل، كنا معكم خير سنة. ومن أعمق أعماق قلبي أقول لكم واحد واحد، جميع من حضر اليوم من أقصى اليمين أقصى الشمال واللي جالسين الزملاء فوق، شكرا لكم. الحقيقة الإنجازات اللي تمت في عام 2019 وساقوها الزملاء يعني هي مصدر فعلا فخر واعتزاز، واليوم الزملاء بترتيباتهم الرائعة جسدوها في هذا الشعار فخر واعتزاز. هل يعقل 450 شخص وأبطال أمثالكم يحققون كل هالإنجازات في ظرف سنة؟ فنقول لكم بيض الله وجيهكم، فعلا رفعت رؤوسنا، الله يعطيكم العافية. ما راح يكون في ابتكار وابداع الا يكون في طموح، طموح عندكم انتم يا اللي تنفذوا الاستراتيجيه، ولن تتحقق اهدافنا الا بوجود حافز، وما راح يكون في حافز الا ما يوجد طموح، واذا وجد الطموح باذن الله يكون في ابداع. اكيد احنا فريق واحد، من اهم الاهداف هي التعاون. التعاون بين قطاعات الهيئه، التعاون بين الادارات العامه، التعاون بين مدراء الادارات، التعاون بين جميع الموظفين. لا يوجد معلومه في الهيئه تعتبر حصر على اداره ولا على شخص. اذا ما تكلمنا عن التعاون لن يتم التعاون الا بالشفافيه، ضروري يكون في شفافيه بين الموظفين. اما التمكين لن يتم الابتكار ولا التعاون ولا الشفافيه الا بوجود التمكين. انا دوري هنا ان الجميع منكم موكل، لان جميعكم ابطال وجميعكم قاده وجميعكم من يصنع القرار، وفي النهايه انجازاتكم 2019 نبغى نكررها في عام 2020 وفي عام 21 الى نهايه الاستراتيجيه. شكرا جزيلا لكم والله يعطيكم العافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.